هو قول الله عز وجل: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تفضل يا دكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، مرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. طبعا قلنا في آخر اللقاء السابق أن قوله قل صدق الله من وقوف جبريل أو وقوف السنة، وأذكر المشاهد بأن تسمية هذه الوقوف بوقوف جبريل قالوا لأن جبريل عليه السلام أوقف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المواضع، وليس عندنا دليل في السنة يدل على ذلك. وتسميته بوقف السنة قالوا إن يعني هذه المواضع الوقف عليها سنة، وهي طبعا لم يرد نص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ونحن نلتمس ما يتعلق بالقراءات والوقف والابتداء من أهل التخصص، فنقل القراءات هذا للقراء لا للمحدثين، نقل ما يتعلق بعلوم القرآن وأحكام القرآن هذا خاص بالقراء لا بالمحدثين، ولذلك نقول هو وقف السنة على اعتبار أنه سنة عند القراء. ثم إن تخصيص هذه المواضع بأن جبريل عليه السلام أوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليها دون غيرها لا دليل عليه حتى عند القراء. بل إن جبريل عليه السلام كان نعم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مواضع كثيرة كما قلنا قبل ذلك، ونحن نتكلم عن رؤوس الآية، يوقفه حيث يتم المعنى سواء كان في هذا الموضع وأشباهه أو في المواضع الأخرى. فليس هناك دليل حتى عند القراء على تخصيص هذه المواضع بأن جبريل عليه السلام أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن الوقف عليها كافي أو تام، يعني ليس يعني معنى هذا تواتر بين القراء. يعني القراء يعني يكاد يجمعون على جواز الوقف على هذا الموضع وعلى المواضع الأخرى. طبعا قل صدق الله، نقف ثم نقول فاتبعوا، الفاء هنا فاء فصيحة، وفاء الفصيحة التي أفصحت عن شرط مقدر، يعني إن علمتم صدق رب العالمين فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ولأن الكلام أصلا مع اليهود فقال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا إلى التوحيد مائلا عن اليهودية والنصرانية. ثم قال وما كان من المشركين حتى لا يتزرع العرب من كفار قريش بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وأنهم على دينه، فقال هو كان حنيفا يعني مائلا إلى التوحيد وليس مائلا إلى اليهودية ولا النصرانية، وكان مسلما ولم يكن من المشركين. ولذلك الآيات بعد ذلك تؤكد هذه المعاني تماما. طيب نحب أن نسرد الكلام عن وقف جبريل، أنتم كما أسميتموه، الله يبارك فيك، وقف الرواية، وقف الرواية أو وقف السنة، هذا في من كتابكم الدرة الحسناء، الله يبارك فيك، في الوقف والابتداء. فنقول هنا هذه المواضع بترتيب المصحف، فاستبقوا الخيرات في طبعا نريد من المشاهد أن يعني يحضر قلم ورقة، ليكتب هذه المواضع 17 التي هي وقف جبريل أو وقف السنة أو وقف الرواية كما نسميه. طيب هنا أول موضع فاستبقوا الخيرات، اللي هي في سورة البقرة وفي سورة المائدة. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. الوقف على فاستبقوا الخيرات من المواضع 17. طيب نعود وقف كافي ولا؟ طبعا فاستبقوا الخيرات وقف كافي، وقف كافي إلى الله مرجعكم جميعا، أو أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الوقف على كليهما كافي. بارك الله فيك. إذن هنا أول حاجة فاستبقوا الخيرات في سورة البقرة وسورة المائدة. الموضع الثالث هنا الذي بين أيدينا قل صدق الله، قل صدق الله في سورة آل عمران، وقلنا أن الوقف عليه كافي. طيب الرابع قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. سورة المائدة أيضا. لما قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم أقف وأقول إن كنت قلته فقد علمته. بعض المتعسفين يقول بحق إن كنت قلته فقد علمته. وسبحان الله، لعل إن القراء لما أجمعوا
على الوقف على قوله بحق، كأنهم استحضروا هذا الكلام، أن في بعض المتعسفين فعلا كما تفضلتم يقول هذا، يقول بحق إن كنت قلته فقد علمته، ولذلك يكاد يجمعون على أن الوقف هنا سنة منقول عندهم رواية، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وهذا وقف كافي، ثم أبدأ إن كنت قلته فقد علمت. نعم، بارك الله فيك. الخامس، الموضع الخامس، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. نعم صحيح. ثم نبدأ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. طبعا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، القرآن نزل للنذارة والبشارة. نعم. فيعني الأولى أن نقول أن أنذر، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس، يعني أكان إيحاؤنا عجبا للنبي عليه الصلاة والسلام بإنذار الناس، ثم نقف وقول وبشر الذين آمنوا. طبعا الوقف هنا لأن الأسلوبين قد اختلفا. هنا أن أنذر الناس، لأن أن واللي بعدها مصدر، وبشر فعل أمر، فاختلف الأسلوبان. أن أنذر ده مصدر أصلا يعتبر اسم سابق مع أن فعل سبق بمصدر، فده اسم وبشر فعل، فاختلف الأسلوبان فجاز الوقف على أن أنذر الناس والفصل بينهم. طيب الموضع السادس قوله تعالى ولا يحزنك قولهم. نعم. في سورة يونس ويقاس عليه ما في سورة ياسين. طبعا ولا يحزنك قولهم اللي في سورة يونس، ولا يحزنك قولهم ثم نقف، إن العزة الوقف هنا تام. تام. يعني ولا يحزنك قولهم فيك يا نبينا أنك ساحر أو كاهن أو مجنون. مكتوب في المصحف وقف لازم. ثم نقول طبعا هو بيسموه تام لازم. يعني هو لازم كحكم وقف وهو تام، إن تم انفصل في إعرابه ومعناه. أما في موضع سورة ياسين فالوقف كافي. ولا يحزنك قولهم ثم نقف إنا نعلم ما يسرون، فيسرون هنا عائدة على عليهم من عليه. فلذلك الوقف على ما في سورة يونس تام وما في سورة ياسين كافي. يعني في سورة يوسف إن العزة لله جماعة ليست من جملة كلامه. لذلك يوقف على ليست من جملة كلامه، وكلام قوله حتى منفصل في المعنى عما قبله. ليس هناك ترابط في المعنى بما قبله غير في سورة ياسين. ياسين إنا نعلم ما يسرون، عايدة عليهم، عايدة على الذين على من قال هذا الكلام. نعم بارك الله فيك.